الشهور والأيام وشهر رمضان يتطهر الإنسان بالصيام فيه دواء وشفاء من كل مرض وبلاء وترقى النفوس يا للصفاء أحلى الشهور والأيام وشهر رمضان يتطهر الإنسان بالصيام فيه دواء وشفاء من كل مرض وبلاء وترقى النفوس يا للصفاء رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما 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 شهر تغفر فيه الذنوب وسعيد من صار ليتوب أقبل أيها المحظوظ فك عنك كل القيود أسرع فالوقت محسوب كم جليت من الذنوب ارفع يديك وتوب فك عنك كل القيود شهر تغفر فيه الذنوب والسعيد من صار عليتوب أقبل أيها المحظوظ فك عنك كل القيود أسرع فالوقت محسوب كم جنيت من الذنوب ارفع يديك وتوب فك عنك كل القيود رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما 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 شهر تغفر فيه الذنوب وسعيد من صار ليتوب أقبل أيها المحظوظ فك عنك كل القيود أسرع فالوقت محسوب كم جنيت من الذنوب ارفع يديك وتوب فك عنك كل القيود شهر تغفر فيه الذنوب والسعيد من صار ليتوب أقبل أيها المحظوظ فك عنك كل القيود أسرع فالوقت محسوب كم جنيت من الذنوب ارفع يديك وتوب فك عنك كل القيود رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما